صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 112 لسنة 2023 بتعيين مدير في هيئة التخطيط والتطوير العمراني وذلك بناء على عرض وزير الإسكان والتخطيط العمراني جاء فيه يعين السيد عبد الله أحمد علي الجودر مديرا لإدارة التطوير العمراني في هيئة التخطيط والتطوير العمراني